السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الاخوان رشقت لينا، كنا مرحب بالدار رشقت لينا باش نمشيو نديرو برانك في الوالده. ما لقينا ما يدار، قلنا منين حنا غايبين في يوتيوب نديرو شي لعيبه واللوحه، ما لقينا ما يدار. حنا دابا في الدار عندنا، دابا يلا كنا غادي عند والدي، كنا حتى في الدار عاد غادي نسولو، قلنا علاش ما نديروش التقديم دابا ونشرحو لبنادم. ها فوالا عاد نمشيو. المهم الاخوان غادي يمشيو عند والدي، كنمشيو من العنوان غادي يمشيو عنده ونقولوا له فاطمه الزهراء راه حامله. واش كنت مرحم دابا؟ ماشيش معاك شكلاط؟ لا صافي فوق كان لك جيمه. وغادي نقولوا لها الاخوان، غادي نقولوا لها بلي راه فاطمه الزهراء حامله، ونشوفوا الرياكسيون ديالها، واش غتكون فرحانه، واش غتكون غتكعا، غتقول ما عرفتش صراحه، ما عرفتش. انا نشوف الرياكسيون ديالها. اول مره ما عرفتش الرياكسيون ديالها، مال ديما كندير شي مقلب خايب كنعرف غتقدر تعطيني العصا. قول لها، ولات كتقول لي جيبي لي الشوكولاط بزاف. دابا حنا ما عارفينش شنو غادي دير لينا، حنا غادي نمشيو عندها وغادي نشوفوا شنو غادي يدير. يا الاخوان ما تنساوش لايكوا الفيديو، بغينا الفيديو يوصل اكبر عدد ديال لايك، بغينا الفيديو يوصل اكثر من 90000 لايك. اللي كيتبغي الفيديو بغيتو نوليو نديرو لكم شي حاجه. فوالا حيت انايا صافي بدا داكشي كيتسالى ليا، لا غير كان كيتسالى ليا، غير كنت مشغول وما بقيتش كنقد نزعم على الفيديوهات بزاف. المهم قولوا لي في الكومنتار شنو بغيتو، السين اللي بغيتو ندير لكم، بقا نبارطاجي معكم يوميا داكشي ديالي اللي كندير، حيت ما بقيتش كنبارطاجي غير في انستغرام. المهم كتبوا لي داكشي في الكومنتار، وما تنساوش تواصلوا لي الفيديو اكثر من 90000 لايك. اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو يلايكين الفيديو، وشكرا على الحق على شنو لي باج اللي دوا هناك ساكن مزيان مؤخرا. شكرا بزاف، شكرا لكم بزاف. تحيه للباج ديال حماقه، باج ديال يا ربي كاع لي باج في انستغرام، هادو كاع لي لاحوا لي اللي شفتهم كاع لي باج انستغرام. شكرا بزاف وتحيه لكم. يلا كملوا معنا الفيديو الاخوان، انا مشاهد ولد نفرقوا على واحد شويه. ناري ما يخطط داخل صداع الاخوان. حنا دابا في المنزل قرب امي الحنونه، دخلنا دوينا معاها وتبدنا معاها وبقينا ضاحكين معاها. دابا حنا دابا مريحين في البيت، دابا عاد غنغوتو عليها وغادي نشوفو شكون غيقولها لها فينا وشكون الرياكس. انا غتقولها لها؟ لا تقولها لها، خالتي انا حامله. ها صافي. ماما اش الوليد اش مع اختك؟ دخل شوكر عندنا تت. صافي يا قام، اش كديري؟ إيلام؟ كيدير أختي إيلام؟ لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ كيهضر مع الغربة؟ حيدي مالك؟ تكلمي في هذا الزهر. الله يسمعنا خير. عارضين عليك يا شي شيماش. هاد كاد. أوه. شي دوي؟ عيط عليا السيد قالت لي الله معانا. شكون يا السيد؟ واحد ناقش مع مراته. وانت مالك؟ ماشي مسكينه من الدراري ديرو هوي. داخلوا لي بخات بير. داخلوا لي بخات بير؟ وييه. نزي مال حر. مالك؟ قلت له. راه هي ما عرفت مالها. تعرس علينا؟ بغينا نعرس. كورونا. ودوي. ودوي انت راه سعاد كتسنى فيك، قلت واش باغي. واش بقاو دايرين الضحكه؟ راه هي اللي ما تقول لك مالك انت راه وجهها. ها شنو شحال منك لا؟ واويلي قاعد يقول فيها الحشمه. لا لا الحمد لله قول كلمه وانا كلمه. اه شنو هي
تقولي ولا عاوتاني مخشم وتدوي مع دوما انا مشيت تقول لها وي وي خليتيني حالة فما مصدومه كي دنيا ملي كانت دايره فيكم يا مصدومه تقول بداو لي على الحرف اللي نقول خنكمل راسي قول يلا قول قول حافظ خلاص نقول لك اخنا قلنا والله اسمي حسن ماشي ما عجبتنيش مرحبا وماشي ما ولكن باقي الوقت شويه انا معلقه وما بقى عتقيتي في المدرسه ويلي تما غادي الكرش كي نسي ويلي مشود انا غلط ويلي وعملتي شو قلت مرة ما كاينش احتياطات ما كايناش وين فارماسيا عامره ما كتعرف لي ديما ولي زير بخير وعاد باقي لكم الوقت وكان مره راجل عامراته دايرين الحلال دايرين لاكس دايرين كل شيء وكان باقي الحال باقا باغا تقراي باقا باغا ولي فين غادي نقول لك باغي الاولاد ندركو تخلي الدرجه بعدا تكمل الام اللي تعتقدكم ها باغا تكمل المدرسه باغا تشوف البوليسيه مشينا الوالد لا ولا كنقول لك صح ما انا معدي مشكل انا عبيك ظهري خاوي راه لقين هزولك والله العظيم ولا كنروح شي وقت تبغى ديك الكرسي المدرسه يا ولدي وتي انا ما على الوالده ولا كنت ندير لها شي غلط الله يسمح لي يا انا غادي نخرج في حالي شي ما كيخصني شي شي تحامك كيخص طويل قلت لي المكتب قداش نقول انا جايه عطيك ايوا قدرتو عليا انا زعمتو عليا انا حوايج خطايب اللي جاي نقصني ومنكم لدعقتكم اختي اش غندير لك كيفاش دعقتنا تجنات قالت لي كان كاينين ما قالتليش كلكم باقيين وين السلام عليكم الا ما خدري وليش مقعده في المدرسه وليد السلام عليكم وليش مخلصه المدرسه 120 الف السلام عليكم السلام عليكم انت ما غادي تقراي بكرشكو السلام عليكم وقراي على البعد تيجا احسن عاده ويلا ما يمكنش قرات قرا عن بعد الوليد يا ويلي ودابا وليدي عاد راسك هي قرات عن بعد هي قرات نديرو ومني تعود حامله وتوحم وترد ولا كتوهم ها كتوهم على القطن القطن ايه ويلي مين صباح قد يجي لي القطن ليش ما عرفت كضحك عليا واقيلا كاين شي واحد كيتوحم على القطن ويلي قال واش اللي قدك نضحك معاك شوكر دخل تحل عليا البيت نفسي تبغي سيد عليا وباقي العرس ديالي حتى 2022 لا حنا نلعبوا كاس العالم هاولي مالا ديك عند راسك اللي درتي عرس راه باقا ما عادت لي على اهلي لا حبابي بالك عائلتي كاس العالم 2022 يلا واخا بالك شي حد في عائلتي كاين شي واحد كاين اخواتاتي اللي حداي فين خالاتي فين بنات خالاتي فين عمامك فين عماتك فين جداك فين هاولي تنقطع من الشجره وديالي تنقطع من الشجره حسينو باش ما يقولوش لك الخيط واش ندير ما يقولش ليا قلت لك ماشي حاجه كيفاش درتي بالناقص علمات والو ما قلت لا والو وعدت جداك متبيك وعماتك كلشي باقي كيتسناو في العرس راه يسحبوا هذاك الشيء اللي درتي عرس غادي ندير العرس ولكن ها وي ديريه انت وولدك ولا بنتك قدامكم هذا ما بقاش عرس قولي غندير اسبوع خالتي وي من المشكل لا منكم جوج لا بنتي ومنك انت اللي قولها نقولها لك راه كاين ثاني في الفرماسيون هذه راه ميكسي مسكين في السبيطار راه عفابور
يعطوك ثلاثه الباكي ديال 3 شهور ما حنا ما عيالاتش ويلي حيت باقا ما غتقراي وباقا امك باغا تفرح بك نهار اللي دوينه قالت لي شوفي راه عندي عز جميله راه باغا ندير البنت العرس في القاعه وباغا ندير ليها وباغا ندير ليها وباغا ندير ضربتي ليها كلشي بالزيرو تعركتوني والله ليا ما كرهتش انا عبيرك نشدو ربي انا ما كرهتش ولكن راه باقي الوقت اللي قولي لي مش كنت نطلب تقول مع ماما لا بنتي ما نقول لا وجي جي قلتها لها هذه لا 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 ما نقول لها لا لا ما قلتش انا نمشي نقول لها نقول لها لامك ما نقول لها لباك ما قلتش انا نمشي نقول لها انا بقى عمك ما انا ما عنديش مشكل باش نقول لماما انا فكيتيني من عز وي دار والله حتى فكيتيني انا شوف امك اللي باغا تفرح بك ودير في القاعه ودير لك ودير لك ودير لك ما انا فكيتيني فايلاتي والويسي وعائلتي راه نعيط عليهم ندير لهم نهار هنايا ونوض نايضه قبل لا تبان بقى نبوتك وجيتينا مع كورونا ما كاينش حتى تمجيني القايد هنايا يا صافي عا خليتوني عرقانه ندوي ما قلتش علاش باقي نعيش ندمتنا ما ندمتش راه سعديتي بي راه هي باقي الوقت راه انا اللي دوا معايا كنقول لهم راه الناس كلها عائلتي كنقول لها راه والله ما عرس دابا الناس القطانة راه الله يحفظك اش باغي القطانة ويلي ما عرس ولي حل مخده راه حداك القطان اش باغي القطان انت زكا راه مخاد مخيطي ايوا قلتي حنا مخدم انت اش بغيتي تخدم انت دوي معايا غير شويه راه يسولها فاطمة الزهراء باقي كتفلاو علي قالت لهم هنايا باقي دايرين ضحكه باقي ما يصدق ضحك علي قالت خصها تبعك التليفون 120 ولا ما قالت لي ما تاهي ما كلفني على الوقت انا ما غادي نزرع نمشي نخرج بحال انا ساقيش في الشد ديال العيال كيفاش ساقو قولي لها قولي لها قولي لها اخاشي بغا قطن انا السلام عليكم واش القطن ديالاش تاع هذا دوك يكون هنا في الوسيل قالت لهم باش قطن ولا على اللواط ما بقاش القطن وي بغا قطن باغا تعمري وساده مضربه ما تعمر كرش هو اذا باغا ديري كرش صناعي باغا القطن وي هو هي هادي شنو قلتي له ما عليش باغا يشمها شمي شمي ويلي وقف شي ريحه راه فين الريحه خالتي انا ماشي خالتك راه خالتك واش بصحتي دابا قلت لي فين الريحه خالتك كتشوف فيا انا شنو خدام خالتك واش فين خايطه مخدي سيري ميسي سيري اللي راه فيها اللاوات ما فيش الريحه راه فيها القطن ويلي ضحك يلا نمشيو فاطمه الزهراء يلا يا ربيتي انا لو خليت تدوي مع ماما مش بس ما عادش لا انا بغيت نمشي انا بغيت نمشي مع ماما اصلا انا هاد ماما والله ملي قلت لها حاجه انا لا بهذا الشيء ما تكلفينيش لا خالتي لا حبك انا ما تكلفيني بهذا الشيء انا كنقول لك خليني مع امك مع اخويا تجي وزيد قلتي لي عند امك تي راه غتفرح بك كما فرحت انا تي انا ادوي مع حسن انت وشو شتي باش ندوي معايا اش غايقول لها ابو حسن ويلي يقول لي راه حامله ولا حاملة مرحبا زيد قدام امك تشد شوية وانا شوية ونوضو نايضي وخرجي من المدرسة لا وي ما نقدرش ايوا سيري الا ما حشمتي سير بنيتي بكرش قرايتي والمعلم نوضي قلبو تا قدامك صبورة ديري امين بحال محيبية تي عمي تكتبي ديري كرشك بحالكم بحال يلا يلا نمشيو غدا بزاف ولي الضحك ولي الضحك يلا سيري وليدي والله وليدي الا وليتم دايرين الضحك وحق الله العظيم هو خالتي اللي دار الضحك لا والله بنتي حتى تينيت اللي درت الضحك عبد الله انا نقول لك نقول لك فراش ما خليني ندوي مع بنتي شنو ما قال انا ما 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 انا ما سوقتش شغل صافي الوالده صافي 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 انا مصافي انا غادي خارجه صافي سير يلا سيروا فوقوا حريتكم يلا سير حريت نسير سير الناس كيتسناو فيا وانا دايره فيك مراس طيب ان شاء الله لبسي جلابيتك وسيري كوراك جيب لها شمع قطران شنو ندير القطران كيديروا الناس عندي وهم يجيو شنو القران فلاح اجيتي وتسيري يا وليد الله يحفظك انت انا كنلبس جلابيت انت معاك باغي ترد عليا سيري بسبب بيت الاخر ومال هذا كاريه لك كاريه لك راه ليا
شري منتي حمال تاع القدام وشري كرباعه وخروق وسيري مرحبا بيا. لا مرحبا بيا سيدي معك بابا وماما. سيدي بابا سيدي بابا سيدي بابا سيدي بابا خاطر نزال انا خارجة ادوية ما قلناك بلا ما تقعد تدار السراعية عاد قعد نقول عليها. وي نتفضل نتفضل على خير. لا ضربي بتليفون. لا مراكش هو الناس واش ضربني بتليفون. خالتي وخال خالتي سيدي عاد دار هضر من جميع الكون مابقاش داير وخلى الضرب تعال تكلم من حسن باغي يقول لك شي مفاجاه والله عارف عايز سمعك عارف 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 ريشي ريشي مدكشة ريشي شوما حسن شوما حسن وريف زيدني خال وريف زيدني خال شوما حسن صافي يا ولدي ما تخليتش انا عادتو ماني حشمتو وقروت تبركوز قاع الدري وتزقي شدي خنقي خنقي تيكن خليو زعما الضربينا زعما راكي صحيحه هات 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 خنقيحه بغا يعض عضني سقط الوالدين عضني شوم عليك وليدي ضربي ضربي وانا دعيت عليك قلت لك ما باقيش دير لك هذا الشيء هذه تيها صاحبي لا الكره اللي قلت لها داك الماتش حشومه عليك وخليتيني عداوي ونهايتر والله تحشومه عليك حسن. ايش؟ ايه شوفه ها قداويه بزاف الله يرضي عليك والله يحفظك لك كلمه خايبه حيدك الله يرضي عليك صافي غادي نقعدوا في الله يرضي عليك الله ما غايحيدك الدار اخبرك الدار. السلام عليكم الله الا سمحوا لي والله على نيتي عرفوا الله حشوم عليك وليدي وحق الله الا حشوم عليه سمحوا لي بزاف وكاتب الصح خالتي راه بصح راه فاتي بزاف ماشي انا واش بصح درك ولا انت ما كتديرو راه بصح هاري طلقتو نشمو واش غوي الحاجي الارض ها اعطيها هذاك اعطيني قد اشم الريحه اشم الريحه ديال الغطن ها هو غونزاليس ساوا هنا تليفوني هنا هاك والله ما تنضحكوا معاك والله الا كنضحكوا ضربتيني خشيت هي 47 والله خاصني تخافوا منك والله الا كنضحكوا دابا انا فرقوا عليك فرقوا خاصني ندمتيني راسنا هادي ما تمشيش واش غادي تمشيش ما غاديروهاش ما غاديروها ولكن بلاتي شويه واحد 7 سنين اخي اه قلت لك باركه سبع سنين داكشي في المكتبه خالت حنا كاع ما عارفين اين اشهار سيدي الماكله تمشي اللي بغا يشري الماكله خالت تقلب فرحة بايقو حسن في غدا شي كالي من حقي حسن حسن دخل سوق راسك اخوان بيا واحد بغا تدخل بخير سيد 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 نطلق من سميتو بغا تدخل ودخل سوق راسك ودخل سوق راسك صافي السلام عليكم يلاه السلام عليكم في راسكم يلاه تهلاونا في راسكم وسمحوا لي الا غلطت شي كلمه الله يرحم الوالدين غنخلي كل شيء دايز خالتي راه بصح خلافك تبسال اه اه يا اخوان تهلاونا في راسكم كان معكم حسن غونزاليس كان معكم فاتي زيريس غونزاليس كان معكم الحاجه غونزاليس الحاجه غونزاليس معكم البيع واخا احنا نخرجوا دابا خير جايبين لي عاد دعقه قايلين لنا اليوم بلاش اجيتي كيفاش انا ما كنعمر لي هذو هما مفاجات شوف اخر مره باقي اه مش هادي اه مش هادي اخوان بلاش 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 قالت لكم انا كنجيب لك وجمه عمري درت لها شي مفاجاه دائما كيدير ديال المفاجاه دابا بديت دابا عرفت التليفون كاين
صافي سيري سير. يلا صافي. شوف باقا لي الماكينه ديال الصابون. وباقا لها دار وباقا لها فيديو وطوموبيله صافي. لا والو ماكينه الصابون ونضادر. صافي ونضادر. نضادر غيهبط معايا دابا. لا ضرب لها واحد الرايب من 30 درهم وهي مقاده. يلا هبط دابا انا شاده العبار. تعطي النص. مام سير يلا صافي واحد. لا والو دويو معاها. ماكينة الصابون انا ما نقولك شويه يبقى مونطيرات نهار اللي تجيني الماكينة الصابون نهار صافي لا لا جاتك شكدير فيه شوف مالك عيش سير سير اولادي دابا ندير لك مفاجاه ونجيبها لك وطبي معنا يسرنا ولا ندير لك مفاجاه ونجيبها لك انا قلت لك الله يسهل عليك ويسهل كاع المتتبعين خلاتها نعيمه الله يذكرها بالخير لا يذكر مدام نعيمه كانت كتنشر الدين والاسلام وداك الشيء الله يخليها لي وتكمل حلال ولادها امين يا ربي اخوان واتي سيري بعدي من نعطينا شي ساعه اخوان غادي ندبروا نشريو لا ماكينه الصابون باش بقاش نقول علينا ماشي بحال ديالو انا بغيت هذيك اللي كتحل يلا ولاو ديال البلاستيك اللي كتحل لا هي اوتوماتيك كتفروش وكلشي اللي كتو اوتوماتيك صافي ودا غتجيك اوتوماتيك اسيري صافي سيري غتجيك اوتوماتيك هاتوا مشاهدينا صافي سيري ولد الا ما صالحتيش المراه راجل ما فعل ما والو يلا سير واش نبغى نمشي تصالحوا لا ماشي نبغى نمشي تصالحوا ودابا اخوان تخيلوا معايا غنعاود لكم في القصه والسيد ما حنا ما سوقناش فيه وبحشومه يلا كان معكم حسن غونزاليس كنت معكم فاتي الزهيره غونزاليس حنا كنضحكوا الاخوان ما يكون عندكم غونزاليس غير واش 2027 ولا 2028 لا 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 2027 تما مالك حاجه من الزنقه وسيري بحالي عطيني ابتسام يلا كان معكم حسن غونزاليس كنت معكم فاتي الزهيره غونزاليس تلا لا 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 عشيري تخفى احلامك واخا الدنيا تقول لك لا عيش اليوم وانسى غدا لا 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 دنيا قاعد جالك غاتجي غير دقات